بكل من حضر معنا ليشاركنا هذا الإنجاز العظيم وافتتاح مركزنا مركز الحماية الجوهرية في مدينة منبج وريفها، وإلى أهلنا في مدينة منبج الذين يتحلون بالشجاعة والقوة، فهم الركيزة الأساسية لتشكيل لجان الحماية الجوهرية على مستوى مدينة منبج وريفها، وهذا يحتاج إلى تدبير شاق ومتعب حتى نستطيع أن نواصل الفكر الصحيح وفكرة الحرب الشعبية الثورية التي هي ثورة لبناء إنسانية على مبدأ الأخلاق والمساواة وعلى مدى أهمية هذه القوى. فاليوم نحتفل بافتتاح مركز الحماية الجوهرية، مركز حماية المجتمع. هذا التنظيم الذي له الأثر الكبير في حماية مناطقنا من أي تهديد خارجي. الكل منا رأى كيف رفاقنا في الحماية الجوهرية في أحداث الحسكة، أحداث سجن غويران، عندما لعبوا دورهم الكبير ودورهم الأساسي في بسط الأمن والاستقرار في تلك المدينة، بعد أن خطط لهذه المدينة أن تكون مسرحا للفوضى. فافتتاح مركز الحماية الجوهرية هي التي مكونة من أهالي المنطقة سيكون الدرع الحصين لحماية الأرض والوطن في سبيل العيش بحرية وكرامة. فاضوا على الأمن والاستقرار الذي ننعم به اليوم، ونحن كنساء من كافة المكونات سنقدم كل ما أتينا بقوة لحماية وطننا من أي عدوان يستهدف مناطقنا التي تحررت بدماء شهدائنا وشهيداتنا.